بقضية تتعلق بظاهرة اجتماعية خطيرة. وهذه الظاهرة هي ظاهرة العضل. الله تعالى يشير في القرآن الكريم إلى ظاهرة العضل ويقول في قضية: لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. في قضية معقل الذي عضل أخته جملاء عن أن تعود إلى زوجها الأول عاصم ابن عدي أو عدي، ظاهرة العاضل. الآباء يمنعون بناتهم من الزواج بحجج واهية، الأمهات يمنع، الإخوة والأخوات والأعمام والأخوال والعمات، كم واحد أكو بالعائلة؟ 100 واحد، كل واحد يتدخل بالقضية. ومن هي الضحية؟ الضحية هي هذه البنت. في تقرير أنه في بلد إسلامي نفوسه 60 مليون في وقت التقرير، أكو هنالك 15 مليون شاب وشابة لم يتزوجوا، يعني ربع المجتمع مو متزوج. لماذا؟ من العوامل المهمة هذه الظاهرة، ظاهرة العار. كل واحد يتدخل بالقضية ويخرب القضية، والآباء والأمهات في رأس القائمة بعضهم. هذا نوع من الظلم، العاضل، المنع. حتى راجعوا الكتب الفقهية، الأب الذي له ولاية على بنته البكر، كما هو رأي مجموعة من الفقهاء، له ولاية. إذا عضل بنته ولايته تسقط، بعد ما إلى ولاية. راجعوا العروة، بحث أولياء العقد. هذه القضية التي ننقلها تتعلق بهذه الظاهرة. في عهد بحر العلوم، العالم الشهير الذي كان لعله قبل حوالي 200 عام في هذه الحدود، لعله جاء مجموعة من الأفراد من إيران في طريقهم إلى الحج، مروا على بحر العلوم وكانت عندهم أموال يحتاجون إليها في عودتهم من الحج. قالوا له: نجعل هذه الأموال أمانة وديعة عندك إلى أن نعود. صرر فيها ذهب، العملة في ذاك الوقت عادة كانت الذهب أو الفضة. بحر العلوم رفض، قال: أنا ما أخذ أمانة. أكو هنالك رواية أنه لا تتعرضوا للحقوق، لا تخلوا في ذمتكم شيء، لأن تتعرض للحق قد تؤدي ذلك الحق وقد لا تؤدي ذلك الحق. ليش تتعرض للحق؟ إلا في حالة الضرورة أو ما أشبه ذلك. بحر العلوم رفض أن يستلم هذه الأمانة، ولكن قال: فلان هذا أميني مؤتمن من قبلي، أنا أأتمنه، خلوا الأمانة عند فلان.
هؤلاء الحجاج ذهبوا ووضعوا هذه الصرار الذهبية أمانة عند فلان وذهبوا إلى الحاج. عندما عادوا من الحج ووردوا النجف بلغهم أن هذا المؤتمن مات. هذه القضية التي أنقلها منقولة عن السيد علي شبر رحمة الله عليه، ينقلها بسنده عن بحر العلوم. فذهبوا إلى بحر العلوم وقالوا ماذا نفعل، هذا مات ولا نعلم أين وضع هذه الصرر الذهبية. قال فلنذهب إلى بيته، هذا عند أخت في البيت، نسألها. بحر العلوم مع هؤلاء الحجاج جاءوا إلى البيت، طرقوا الباب، الأخت فتحت الباب. بحر العلوم قال هؤلاء الحجاج وضعوا عند أخيك أمانة صرر فيها ذهب، فهل تعلمين بمكان هذه الأمانة؟ قالت لا ما أعلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من أخي. أكو بعض الأفراد يموتون يترحم عليهم، بعض الآباء يموتون يترحم عليهم، وبعض الآباء يموتون أولادهم يسألون من الله الانتقام منه. أسأل الله تعالى أن ينتقم منه. قال بحر العلوم لا تقولي هذا الكلام، مضمون القضية. فأعادت كلامها، أسأل الله تعالى أن ينتقم. قال بحر العلوم ولماذا؟ إنه كان رجلا أمينا تقيا. قالت الأخت نعم إنه كان رجل أمين تقي، ولكنه حطم شبابي، كل ما كان يأتي هنالك خاطب إلي كان يرده بحجة من الحجج، الحجج الواهية، الحجج التي لم يعتبر الشارع الدين لها أي اعتبار، وهذا دمر شباب. تدمير، تدمير يعني شنو؟ حقيقة مشاعر مرة. أحد العلماء كان يقول امرأة قالت لي، امرأة فاتها القطار على أثر قاعدة هذه التحججات الواهية، قالت أنا عندما أسمع في ليلة أن فتاة تزوجت تلك الليلة ما أتمكن أنام إلى الفجر. امرأة بلا والي، امرأة بلا كفيل، المرأة تحتاج إلى حماية، الرجل يمثل الحماية، هذه المرأة أي حماية لها؟ ما لها حماية. بعدين الأبو يموت، هذه البنت تتشرد، ربما تصبح مستجدية على باب الطرقات، ربما تجان، ربما تبقى في بيتها وحدها. واحد يبقى في بيته وحدة امرأة، خصوصا إذا المنطقة كانت منطقة غير مأمونة، تعيش حالة القلق والرعب من أول الليل إلى الفجر، من يتحمل هذه المسؤولية؟ هذا مو نوع من أنواع الظلم حقيقة؟ قالت إنه كان أمينا تقيا معتمد بحر العلوم، ولكنه دمر شبابي وحطم حياتي، أنا الآن عمري 50 عام وقد فاتني القطار. كررت مرة ثالثة فأسأل الله أن ينتقم منه.
بحر العلوم، فكر ماذا يفعل. أنا أختصر القضية. فقال لها: أنا أضمن أن أعثر لك على زوج إذا فعلت ذلك، فهل ترضين عن أخوك؟ قالت: بعد منو يرغب فيه؟ امرأة اللي صار عمرها 50 عام بعد واحد يرغب فيها؟ ومن يرغب فيه بعد هذا العمر؟ فضمن لها، اختصر القضية، فضمن لها بحر العلوم ذلك وزوجها. بعد فترة رأى الأخ في عالم الرؤيا، الأخ المؤتمن، فرآه في حالة شراح وسرور، وقال له: شكر الله لك، أنا من كنت ميت إلى هذا اليوم كنت تحت المساءلة. ليش منعتها؟ ليش حطمت حياتها؟ الآباء الذين الآن عندهم بنات في بيوتهم الآن يتداركون، مو معلوم بعدين يوجد فد واحد بحر العلوم ينقذ ذلك الميت من المساءلة والمؤاخذة. الآن هذا الرجل حظه أن بحر العلوم أنقذه. قال: أنا كنت تحت المساءلة من يوم موت، وعندما زوجت أختي ارتحت، وأنا الآن في حال جيدة. قال له بحر العلوم: فأين هذه الأمانات الصرر الذهبية؟ قال: إنها مدفونة في بيتي في المكان الفلاني. قديما بنوك ما كانت حتى يخلون بالبنوك، كانوا يدفنون في البيت أو تحت شجرة، فذهبوا وحفروا ذلك المكان وأخرجوا الصرر الذهبية وأعطوها للحجاج. على كل حال، هذه 3 وظائف ينبغي علينا أن نحاول أن نعملها. الوظيفة الأولى إبراء ذمتهم، وهذه أهم وظيفة. الوظيفة الثانية إهداء الخيرات لهم، والوظيفة الثالثة زيارة قبورهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين.